السلام عليكم حضرات. النهاردة ان شاء الله هنشرح شيت 3 بي. هنتكلم على الاي سي بريدج. طبعا في الفيديو اللي فات شرحنا الدي سي بريدج. هنكمل مسائل شيت 3. نبدأ بمسألة 6. مسألة 6 هنشتغل على الاي سي. طبعا الاي سي يعني السورس عندك بتاع البريدج عبارة عن اي سي، والامبيدنس بتاعتي بتبقى زد عندي هنا. مسألة 6 بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان عندي الامبيدنس اللي موجودة في البريدج دي قدامك، بيقول لي ان زد 1 بتساوي القيمة دي، وزد 2 وزد 3 بالقيم اللي قدامنا، زد اكس تساوي زد 4. زد 4 اللي هنا هي زد اكس، هي انون. بيقول لك اود الكونستانتس بتاعت الانون ار، عايز الثوابت بتاعت مين؟ الانون ار اللي هي زد دي. طبعا زد في الاول والاخر هتتكون من مقاومه او مقاومه وملف او مقاومه ومكثف، فبالتالي الكونستانتس بتاعتي معناها اوجد قيمه المقاومه وقيمه الاكس ال لو كان ملف، او المقاومه واكس سي لو كان مكثف. نروح نشوف نحل المساله ازاي. اول حاجه زد واحد عندنا 200 وزاويه 300. طبعا الزد الامبيدنس ممكن تتكتب كقيمه ماجنتيود وزاويه، ومعروف لو زاويه 30 اقل من 90 وموجبه معناها دي مقاومه ملف. زد 2 150 وزاويه 0، دي معناها طول ما زاويه 0 معناها ان هي مقاومه بس. زد 3 250 وسالب 40 الزاويه، دي معناها مقاومه مكثف. زد 4 بتساوي زد اكس اللي هي انون، وما انساش ان انا عندي اي سي هنا سورس، ما انساش دي. هنا طبعا في البالانس عندي بضرب زد 1 في زد 4 بتساوي زد 2 في زد 3. المجهول عندي زد 4 اللي هي زد اكس بتساوي زد 2 في زد 3 على زد 1. هعوض هنا بالقيم زي ما هي. حصل الضرب هنا بضرب الامبليتيود في الامبليتيود وبجمع الزوايا في القسمه، بقسم الامبليتيود على الامبليتيود وبطرح الزوايا تاني. يبقى 150 هضربها في 250 على 200، ده القيمة الماجنتيود عندي. هنا عندي 0 هضربها في الزاوية سالب 40، يعني معناها بجمعها، يبقى 0 زائد سالب 40. عندنا هنا هقول ناقص زاوية المقام، ناقص زاوية المقام. خلي بالك لو زاوية المقام بالسالب تحط سالبة زي ما هي، بقول ناقص الزاوية زي ما هي، لو كانت سالبة بحطها سالب. تمام. طبعا انا اتخلصت من الماجنتيود هنا اللي حاصل ضربه اسمه، طلع الناتج ده، اتخلصت من المجموع اللي هنا ده، طلع بسالب 70. سالب 70 دي معناها ايه؟ معناها اصلا ان زد عندك زد 4 عباره عن ار وسي، عباره عن مين؟ ار وسي، عشان هي مين؟ سالب. طيب اجيبها ازاي؟ اجيب زد 4 ازاي؟ بروح فاكك زد 4 ببساطه، الماجنيتيود بتنزل زي ما هي، افتح قوس. الزاويه سالب 40 سالب 70 بفكها ازاي؟ كوزاين الزاويه زائد جي ساين الزاويه، تاني كوزاين الزاويه زائد جي ساين الزاويه، يعني الكلام ده مضروب في مين؟ في الماجنيتيود بره. طبعا ما تنساش الزاويه لو سالبه بتعوض داخل زاويه الساين او الكوزاين باشارتها. طبعا انا فكيت ده بالاله طلع بالقيمه دي، وبالتالي بي ايه هنا عندي ايه؟ 64 وكسر دي ار ناقص القيمه دي جي، معروف لو هي ناقص يبقى ده مكثف، وبالتالي القيمه اللي هنا دي عباره عن اكس سي، يبقى الار بتساوي 64 وكسر اوم، الاكس سي هي القيمه دي عباره عن 176 وكسر اوم. عندنا في حاله معرفه التردد، في حاله معرفه التردد عندنا الاكس سي بتساوي 1 على اوميجا سي اللي هي 1 على 2 باي اف. لو انت عارف التردد الاف بتاع السورس عندك وعندك اكس سي انت جايبها من فوق، تقدر تحصل على سي عندك. السي بتساوي 1 على 2 باي اف اكس سي. طبعا انا طلعت السي هنا ونزلت الاكس سي تحت، وبالتالي بقت السي 1 على 2 باي اف اكس سي. عندك الاف وعندك الاكس سي، تقدر تجيب السي ده في حاله ان انت عارف الاف. مساله 6 شبيهه بمساله 9a سوري 9b. بعض الملاحظات هنا ان قلنا زد بتساوي الماجنتيود والزاويه. لو كانت الزاويه عندك اللي هي فاي من 0 ل 90، طبعا ما فيش يساوي هنا، يعني لو كانت فاي اكبر من 0 واقل من 90 ما فيش يساوي. خلي بالك يبقى الفاي عباره عن مين؟ مقاومه ومين؟ وملف. اما الفاي لو كانت بزيرو بس دي معناها مقاومه بس، لو كانت الفاي ب90 دي معناها ملف بس. لو كانت عندي هنا الماجنتيود والزاويه فاي، الفاي هنا عباره عن من سالب 90، طبعا الفاي اكبر من سالب 90 واقل من 0، تمام، يعني قيمه سلب تاني، يعني الفاي قيمه سلبه بين الزيرو وسالب 90، فبالتالي ده عباره عن مقاومه ومكثف. لو كانت الفاي بزيرو بس تبقى مقاومه، لو كانت الفاي بسالب 90 بس دي مكثف بس. نروح لمساله 9b لان هي شبيهه بمساله 6. 9b نفس النظام، يديني زد 1 وزد 2 وزد 3 وزد 4 نون. طب هو مش راسم الرسمه، هتبقى نفس رسمه مساله 6، نفس الرسمه مفيش اختلاف. هروح اجيب زد 4 ازاي؟ اتبالانس، قلنا زد 1 في زد 4 بتساوي زد 2 في زد 3، يبقى زد 4 بتساوي القانون ده، عوضت بالقيم مباشره. قلنا هنضرب 150 في 200 على 50، دي الماجنتيود. الزاويه هنا هتبقى 0 زائد 30 ناقص 80، يعني الضرب بجمع
وعند القسمة بطرح. وخلي بالك هنا زي ما قلنا المقام بتنزل زاويته زي ما هو او ناقص زاوية المقام. طبعا خلصت من ده طلع 600 وزاوية سالب 50. اتفقنا سالب تبقى ايه؟ مقاومة ومكثف. طبعا ما ينفعش اسيبها له كده، فانا قلت 600 افتح قوس كوزاين الزاوية زائد جي ساين الزاوية، فاكيد دي بالآلة طلعت مين؟ القيمة دي. القيمة ناقص جي قيمة تانية، تمام؟ ناقص يعني معروف ان هي مكثف، فعشان كده قلت ان زد 4 عبارة عن مقاومة ومكثف. الار هي القيمة الأولى، والقيمة المضروبة في جي هي الاكس سي. لو انت عارف التردد عوض في القانون اللي فات، تمام؟ ما تنساش مسألة 8 و9 ايه و10 دول نظري، طبعا انا مش هحله. نروح لمسألة 7. مسألة 7 شبيهة بمسألة 12، عشان كده انا هحل 7 بعدها 12 مباشرة لان نفس الفكرة. بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي find the series equivalent inductance and mean resistance of the network that causes the bridge of the figure B 5 to null. تنل يعني ات بالانس، ممكن يسميها نل او يسميها بالانس، تمام؟ ومديك القيم هنا، مديك الاوميجا، ومديك ار 2 وار 1 وار 3 والسي 1، والاوميجا هي مين؟ التردد براد بير سكند. الاوميجا اللي هي 2 باي اف، تمام؟ ممكن يكتبها كتردد 3000 بس الوحده تبقى راد بير سكند اللي هي بتساوي 2 باي اف زي ما قلنا. طيب هو في الرسمه دي عايز مين؟ عايز الايكوفالنت اندكتنس اللي هي ال والريزيستنس اللي هي ار. فين دول؟ ليها ار اكس وال اكس اللي هي البرانش ده، محتاج قيمهم. وطبعا ار 2 وار 3 مديك قيمهم، وار 1 وسي 1 مديك القيم. وما ننساش البريدج في مين؟ في حاله بالانس، تمام؟ قلنا دي شبيهه بمساله 12. نبتدي نحل. انا رسمت رسمه ثانيه اهي، وما ننساش ان ده اي سي سورس. لو كان دي سي هيبقى الملف عندك شورت والمكثف هيبقى اوبن، يبقى كده حل او طريقه حل المساله هتختلف تماما. ما تنساش ان عندك اي سي سورس، عشان كده هتعامل مع دي عباره عن زد. طيب الاوميجا 3000 وار 1 وار 2 مدينا القيم، وار 3 وسي 1 مدينا القيم. المطلوب في المساله ار اكس وال اكس. قبل ما اعوض في قانون البالانس لازم اجهز الحاجات او اللي انا هشتغل عليه عشان المساله. انا هشتغل على زد 1، يبقى البالانس ده هسميه زد 1 عباره عن ار 1 وسي 1. طب اكتبها ازاي؟ اول حاجه لو كانت البرانش فيه مقاومه بس، يبقى زد ار بتساوي ار، يعني الزد اللي بتمثل عن ار تبقى ار لو البرانش فيه ار. طب البرانش عندي لو فيه ملف، الزد بتاعت الملف عباره عن ايه؟ جي اكس ال. جي اكس ال بتساوي جي الاكس ال عباره عن اوميجا ال، والاوميجا عباره عن 2 باي اف. اما الاكس سي سوري، اما الزد سي، الزد سي اللي هي الامبيدنس الخاصه بالمكثف، بتساوي لو الجي في البسط تبقى بالسالب، لو الجي في البسط تبقى بالسالب يبقى سالب جي اكس سي، ولو الجي في المقام تبقى بالموجب، يبقى تبقى موجب اكس سي على جي، لان اصلا الجي في المقام لما تطلع بالبسط تطلع بسالب جي، لان لو ضربت المعادله دي في بسط ومقام جي في جي تلقى المقام جي في جي بسالب واحد والبسط في جي. تاني بيدنس الخاصه بالمكثف، يا اما تعوض بيها بقيم موجبه تبقى موجب اكس سي على جي، او سالب جي اكس سي. اكس سي على جي، جي في المقام تبقى اهي الاكس سي عباره عن ايه؟ 1 على اوميجا سي. تاني الاكس سي عباره عن 1 على اوميجا سي، او ممكن اعوض في القانون بتاع السالب، سالب جي اكس سي هتنزل سالب جي الاكس سي 1 على اوميجا سي. ما تنساش الاكس ال اوميجا ال، اما الاكس سي عباره عن 1 على اوميجا سي. هنروح لزد 1 بتساوي عباره عن ايه؟ ار 1 زائد الامبيدنس بتاعت المكثف، يبقى ار 1 زائد هخلي جي في المقام، هخلي جي في المقام تبقى ايه؟ زائد 1 على جي، طبعا اكس سي اللي هي 1 على اوميجا سي 1. زد 2 هنا عباره عن ايه؟ اللي هي في البرانش ده عباره عن ار 2. طب زد 3 هي عباره عن البرانش ده عباره عن ايه؟ ار 3. طب زد 4 عباره عن ايه؟ مقاومه زائد ملف. المقاومه هعوض عنها بار اكس زائد جي، الملف هعوض عنه باوميجا ال اكس، دي الاكس ال بتاعت الملف اللي هي اوميجا ال اكس. طب البالانس ايه اللي بيحصل؟ ان زد 1 في زد 4 بيساوي زد 2 في زد 3. ما تتوهش نفسك، بص على البريدج، هتضرب زد اللي هنا اللي هي زد 1 في زد اللي هنا اللي انت مسميها زد 4 بيساوي زد 2 في زد 3. هعمل ايه دلوقتي؟ هبتدي اعوض. اعوض عن زد 1 بقيمها وزد 4 بقيمها وزد 2 وزد 3 بالقيم بتاعتها، تمام؟ انا ضربت القوسين دول، هضرب كالاتي: اخد العنصر الاول ده اضربه في القوس زائد العنصر الثاني ده اضربه في القوس. تعال نضرب العنصر الاول في القوس، يبقى ار 1 هتتضرب في ار اكس، ار 1 هتتضرب في جي اوميجا ال اكس، تمام؟ يبقى ار 1 في جي اوميجا ال اكس اللي هي دي. هروح للحد الثاني، الحد الثاني هضربه في العنصر الاول اللي هو بالقيمه دي، الحد الثاني هضربه في العنصر الثاني اللي هو بالقيمه دي. ليه؟
لان هنا واحد على جي اوميجا سي واحد اضربها في جي اوميجا ال اكس، هتلاقي عندك الاوميجا مع الاوميجا طارت والجي مع الجي طارت. طبعا في المساله هنا ما تعوضش بالقيم، لان لو عوضت بالقيم هتتوه نفسك. لا ده انا هعوض في الاناليسز بتاعت القوانين عادي خالص، وفي الاخر عوض بالقيم. تعويضك بالقيم في الاول هيلخبطك. تمام، ضربت الاثنين في بعض بيساوي ار2 في ار3. بيقول لك ان هنا هساوي الريال بالريال والايماجينري بالايماجين. طيب الريال هنا عباره عن ايه؟ ار1 ار اكس اهي، دي ريال. لا ده في جي في المقام تبقاش ريال، في جي في البسط ما تبقاش ريال، يبقى الجزء ده برضو ريال. هقول زائد ال اكس سي 1 بتساوي هنا جزء الريال في المعادله الثانيه اللي ما فيهوش جي اللي هو ار2 ار3. تمام، دي المعادله رقم 1. هنروح للتخيلي بيساوي التخيلي. التخيلي ده في جي زائد ده في جي، هنا ما في جي في المعادله ناحيه اليمين يبقى بتساوي 0، يبقى الحد الاول والحد الثاني بيساوي 0. طبعا الجي في المقام هنا حولتها للبسط تطلع بسالب جي، خدت جي عامل مشترك، جي عامل مشترك، طبعا الجي طيرتها هيفضل عندي الحد ده زائد الحد ده بيساوي 0. رحت ضارب في المقام اوميجا سي 1، المقام هنا اوميجا سي 1. تمام، ضربت المعادله كلها في اوميجا سي 1، طبعا 0 في اوميجا سي 1 ب 0، ضربت المعادله دي كلها في اوميجا سي 1. تمام، طلعت بالشكل ده. ايه المجهول عندي في المعادله دي؟ انا خليت ار اكس في طرف لوحدها والجزء الباقي ده في طرف لوحده. هنا ال اكس مجهوله وار اكس مجهوله، تاني في المعادله ال اكس مجهوله وار اكس مجهوله. تمام، انا خليت ار اكس عندي في طرف، تمام، لان عندي معادله واحد برضو هنا ال اكس وار اكس مجهولين، ار اكس وال اكس مجهولين، فهحل المعادلتين مع بعض. اني احلهم ازاي؟ هعوض واحده بدلاله الثانيه، يبقى اعمل ايه؟ جبت ار اكس لوحدها في طرف اهي، هروح اخدها دي اعوض بيها في معادله واحد، يبقى اشيل من هنا ار اكس اعوضت عنها بمين؟ بالجزئيه دي، يبقى ار اكس اهي اعوضت بالجزئيه هنا. طبعا ضربتها في ار واحد، عندي هنا ار واحد، لما تضرب في ار واحد يديني ار واحد مين تربيع، ده الجزء الاولاني. ال اكس خليتها زي ما هي والجزء ده زي ما هو، هنا ال اكس وهنا ال اكس، خدت ال اكس عامل مشترك، فاضل لي مين؟ فاضل لي الباقي من هنا هيبقى الجزء ده زائد مين؟ ال اكس سوري زائد 1 على سي 1. طبعا انا حتى مقامات وحتى مقامات على سي 1 بيساوي الحد اليمين. ال اكس بتساوي ايه؟ رحت انا خدت الحد ده وقاسم عليه الحد ده، يعني ضربت سي 1 في ار 2 ار 3 ورحت قاسم على القوس ده. تمام، هنا اوميجا تربيع سي 1 تربيع ار 1 تربيع، خدت القيم دي وقلت انها كلها متربعه، ده ال اكس، دي معادله رقم 1. طب ال اكس كده ار 2 معلومه، ار 3 معلومه، سي 1 معلومه، الاوميجا وار 1 وسي 1 معلومه، يبقى ال اكس تقدر تحصل عليها بسهوله. المشكله عندنا في ار اكس، لما تيجي في ار اكس هنا يبقى لازم اشيل ال اكس دي واعوض بيها بالقانون ده، فانا رحت شايل ال اكس اللي هنا دي وعوضت بيها بالقانون ده، طلعت مين؟ ار اكس بالمعادله دي. هو اصلا مديني القيم كلها، مديني الاوميجا ومديني كل القيم دي، رحت انا معوض بالقيم طلعت ال اكس ب 270 ملي هنري وار اكس 4.9 كيلو. اصلا هو في القانون او في المساله عايز ال اكس وار اكس. تمام، هروح لمساله 12، لان مساله 12 نفس الفكره زي ما احنا قلنا، 12 هو مش راسم، وطبعا لو في الامتحان يجيب 12 ما يجيبش مين؟ ما يجيبش 7، لان الهاي بريدج هو بيقول لك اسمها اهو، اسمها بعد كده بيقول لك ايه؟ يوزد فور ميجرمنت انون اندكتنس، استخدمت لقياس مين؟ حس ذاتي مجهول اللي هو ال يعني، بيقول لي ايه؟ الارمز بتاعتها كالاتي. تمام؟ اي بي اي بي، يبقى انا اجي هنا ارسم دي الهاي بريدج، اروح انا راسم ايه؟ نركز مع بعض كده، بيقول لك هحط A B C D، ده مين الارمز بتاعت البريدج او الاذرع بتاعت البريدج، بيقول لك بين A و B، A و B بيقول لك ايه هنا؟ تشوك كويل، تشوك كويل اللي هو بيبقى كويل مقاومته صغيره والاندكتنس بتاعته كبير، ده نوع من انواع الكويل اسمه تشوك كويل، مقاومته صغيره والملف الحس والحس الذاتي اللي هو L كبير. بيقول لي ايه؟ unknown impedance R، يعني هو انون، وخلي بالك هو قال لك كويل بس، انت اول ما يقول لك كويل بس تروح ترسم ال لوحدها غلط، لان هو الكويل بس لازم تبقى ايه؟ لازم كويل مع مقاومه، فعشان كده في الاي بي انا رسمت ال1 وار1، ار1 هي مقاومه، ال1 اللي هي مين؟ الاندكتنس. اي بي سي الارم بي سي الدراع بي سي، بيقول لك ايه؟ انون اندكتيف ريزيستنس، يعني مقاومه غير حسيه. لما يقول لك نون اندكتيف ريزيستنس معناها مقاومه غير حسيه، معناها انها مقاومه بس ما فيش ملف معاها. تمام، يبقى ار 3 اهي، ار 3 هعوض عنها ب 1200، يبقى ار 3 ب 1200. الارم سي دي، يبقى السي
دي بيقول لك ايه؟ نون اندكتيف ريزيستنس، يعني مقاومه وليس بها حس ذاتي، يبقى ار بس. تمام، لسه نكمل. 900 اوم ان سيريز، يعني مازال في حاجه ثانيه في البرانش ده. ان سيريز ويز مين؟ كاباستور قيمته 4.10 مايكرو فاراد، يبقى انا حطيت ار وسي وسميتها ار 4 وسي 4 ومديك القيم، هو ار 4 ب 900 وسي 4 ب 4.10 مايكرو. طيب البرانش دي ايه؟ دي ايه عندي بيقول لي ايه؟ نون اندكتيف ريزيستنس، يعني مقاومه غير حسيه. خلي بالك نون غير حسيه يعني هي ار بس. قيمتها كام؟ 18000. بيقول لك اف ا سبلاي اوف 300 فولت، يبقى الاي سي عندي عباره عن 300 فولت. خلي بالك القيمه دي ار ام اس، هات 50 هرتز، هنا مديك التردد 50 هرتز. بيقول لك ان السبلاي ده هحطه فين؟ بين الاي والسي. فانا جيت بين الاي الاي والسي حطيت السبلاي عندي. بيقول لك ايه؟ عندي الديتكتور عندي از كونكتد بتوين بي ودي، يبقى بين بي ودي في ديتكتور هنا. تمام؟ بيقول لك ديترماين ذا اندكتنس اند انهيرنت ريزيستنس. شايف الجمله دي؟ قالها لك صراحه. يبقى هنا قال لك تشوكي تشوك كايل، تشوك كايل قال لك عباره عن اصلا عباره عن مقاومه وملف زي ما قلنا. هنا في المطلوب قال لك ايه؟ ديترماين اندكتنس اند انهيرنت ريزيستنس، يعني المقاومه الداخليه للانون تشوك مين كويل. وبيقول لك هنا يعني بعد ما تجيب القيم دي او غير انك تجيب القيم، درايف ذا كونديشن فور بالانس، يعني اشتق او هات المعادلات اللي بتكون عند البالانس. طبعا انا عملت ايه هنا؟ رحت معوض بالقيم في اس ادي 300 والتردد 50 وحطيت بقى القيم. ايه اللي مجهول هنا؟ المجهول خلي بالك ال1 وار1. تاني المجهول ال1 ار1، تمام؟ وعندي مكثف ومقاومه ومقاومه ومقاومه، تمام؟ هي نفس البسمه اللي فاتت اللي في مساله 7، مفيش اختلاف، بس البرانش ده كان فوق والبرانش اللي هنا ده كان تحت، وكان اسماء الرموز مختلفه بس مش اكتر. يبقى تاني هروح نقول له ايه؟ نجهز المساله بتاعتنا. زد 1 بيساوي ار1 زائد مين؟ جي اوميجا ال1. زد 2 بتساوي ار2، يبقى دي زد 2 ار2. زد 3 بيساوي كام؟ ار3. زد 4 عباره عن ايه؟ مقاومه ومكثف، يبقى ار 4 زائد 1 على جي اوميجا سي 4. تمام؟ هنا انا طلعت الجي فوق، يبقى قلت ايه؟ الجي فوق تبقى سالب جي هنا، والقيمه 1 على اوميجا سي 4، مفيش اختلاف. هعمل ايه هنا؟ ببساطه نفس الحل، نفس الخطوات، البالانس زد 1 في زد 4، يبقى زد 1 اللي هي هنا، فين زد 1؟ اللي هي البرانش ده. اضربها في زد 4 بتساوي زد 2 في زد 3. عوضت بالقيم زد 1 وزد 4 وزد 2 وزد 3. بعد التعويض زي ما احنا اتعلمنا بضرب القوسين في بعض، والجزء اليمين ار 2 في ار 3. هسوي الريال بالريال، الريال عندي اللي هو الجزء ده زائد الجزء ده بيساوي الجزء ده، ده جزء الريال، دي معادله واحد. تخيلي عندي اللي هو الجزء ده والجزء ده، حجمهم على بعض، هنا مفيش تخيلي، يبقى بيساوي زيرو. نفس الخطوات مفيش اختلاف لان لسه شارحها. انا شلت الجي طبعا من هنا لان خدت جي عامل مشترك وجي عامل مشترك، طلع لي القيم. ما تنساش لازم لما جي تاخد عامل مشترك تبقى هنا جي في البسط وهنا جي في البسط، ما ينفعش تاخد جي هنا في البسط وجي في المقام. غلط، لازم الاثنين يبقوا في البسط عشان اعرف اخدهم عامل مشترك، عشان هنا هيفضل اشاره سلب. تمام؟ عشان السالب اللي هنا. طيب القيمه السالبه اهي زائد القيمه الموجبه دي بيساوي مين؟ زيرو. طبعا انا ضربت في اوميجا سي 4 في الطرفين، تعب بالشكل ده، طلعت ار 1 في طرف وديت الجزء ده الناحيه الثانيه، نفس المعادله مفيش اختلاف اهي، دي معادله رقم 2. طبعا ار 1 مجهوله وال 1 مجهوله، ار 1 مجهوله وال 1 مجهوله، دي معادله 2. في المعادله رقم 1 ال 1 مجهوله وار 1 مجهول، هاخد معادله من 2، هاخد ار 1 عوض بيها فين؟ عوض فيها بالمعادله 1، هيطلع عندي بالشكل ده، يعني شلت ار 1 من هنا عوضت بيها بالمعادله دي، هيطلع عندي بالشكل ده. طبعا انا خدت ال1 وال1 عامل مشترك وحط مقامات في نفس الخطوه بيساوي جزء الريال. هعمل ايه؟ هجيب ال1 برضو، ال1 عندي هنا هضرب سي 4 في الجزئيه دي، اقسمها بعد كده على المقام. بعد ما اقسمها على المقام اخد ال1 دي اعوض فيها فين؟ هنا في المعادله 2، ال1 دي اعوض بيها هنا يطلع لي ار1، طلع عندي المعادلتين. يبقى هو قال لي درايف ذا ايكويشنز، انا عملت له اشتقاق للمعادلات اهي. نعوض بالقيم، طبعا انا عوضت بالقيم هنا، القيم كلها موجود عندك مفيش اختلاف. طلعت مين؟ بس ما تنساش الاوميجا 2 باي مين؟ اف. هو مديك الاف بكام؟ ب 50. الباي عندك 3.14 من 100، والاثنين عندك زي ما هي. عوضت طلعت ال1 وار1، ما تنساش الباي ب 3.14 من 100 لما عوض بيها في اوميجا. هنروح للمساله اللي قبل دي مباشره، هي 11. مساله 11 نفس الفكره، هيعمل ايه؟ هو هيقول لك نص المساله ويبتدي يشرح، بيقول لك فور ارم يعني بريدج للماكسويل مين؟
اندكتنس كاباسيتنس بريدج، يعني فيها ملفات ومكثفات. بيقول لك ات بالانس ار ارم اي بي، يعني في اتزان اهو. الاي بي عباره عن مين؟ تشوك مين كويل، نفس الاسم تشوك كويل ال واحد، يبقى تيجي بين اي وبي تحط ال واحد وتسيبه. لو حطيته لوحده غلط، حتى اللي هو ما قالكش لازم يقول لك صراحه ان مقاومته تساوي صفر، يبقى وقتها ما تحطش مقاوم. لكن لو قال لك تشوك كويل وسكت، يبقى لازم ملفه مع مين؟ مقاوم. هنقرا بقى المساله، بيقول لك ايه؟ with an equivalent series resistance R1. تمام، يبقى هو حط المقاومه اسمها R1، يبقى هو قال لك عليها في المساله. تمام، بي سي عندي فين؟ البي سي عندي اللي هو البرانش بين بي وسي. بيقول لك نون اندكتيف ريزيستنس، يعني مقاومه غير حسيه، يعني مقاومه بس 800 اوم. تمام، سي دي بيقول لك ايه؟ كاباستور، كاباستور قيمته 3.10 مايكرو فاراد ان بارلل ويز نون اندكتيف ريزيستنس، يعني ايه؟ مكثف هيبقى توازي مع مقاومه غير حسيه. رحت انا عامل توازي مكثف اهو ومقاومه ار 4 غير حسيه، يعني ما معاش ملف. وبين هو كده هيروح لدي اي، دي اي بيقول لي نون اندكتيف مين ريزيستنس كام؟ 800 اوم، يعني دي اي في مقاومه بس قيمتها 800 اوم. بيقول لك السبلاي از جيفن بتوين تيرمينال اي اند سي، السبلاي بين اي وسي، عملت السبلاي اي سي اهو. بيقول لك ديتكتور از كونكتد بتوين مين؟ بي ودي، يبقى البي ودي عملت ديتكتور. بيقول لك درايف ذا ايكويشن فور بالانس، عايز المعادلات برضه. اند هنس ومن ثم ديتيرماين مين؟ الفاليوز اوف ال1 وار1، وبالتالي عايز قيم ال1 وار1. طبعا بريدج دي عباره عن ماكسويل مين؟ بريدج. خلي بالك في الامتحان ممكن ما يقولكش التفاصيل دي، يقول لك ماكسويل وبريدج بس، لازم انت تعرف البرانشات ان ده عباره عن مقاومه وملف، وده مكثف ومقاومه البيب، والاثنين توازي. برانش هنا مقاومه والبرانش هنا مقاومه، لان ممكن يجي يقول لك ايه؟ اي بي ده عباره عن ال قيمتها كذا وار كذا، يقول لك دي اي قيمته مقاومه كذا، سي اي بي قيمته مقاومه كذا، يعني ما يشرحلكش ايه تفصيل كل برانش فيه ايه بالظبط. تمام، هيحط لك قيم مقاومته ويسكت كده، فلازم تبقى حافظ الرسم. طيب ار 2 200 اوم، ار 3 800 اوم، سي 4 1 3.10 مايكرو، ار 4 800 اوم. المجهول عندي ال 1 وار مين؟ 1. تمام، اعمل ايه؟ نجهز المساله. نجهز المساله ازاي؟ يبقى زد 1 بتساوي ايه؟ ار 1 زائد الملف اللي عندي اللي هو جي اوميجا ال 1، زد 2 بار 2 اللي هي زد 2 دي هنا، زد 3 وار 3. هنا البين سي ودي ده عباره عن مين؟ هسميها زد 4. زد 4 عباره عن ايه؟ ار 4 توازي المكثف. ما ينفعش تقول توازي سي 4 غلط، توازي الامبيدنس بتاعته المكثف. الامبيدنس اللي هي ايه؟ 1 على جي اوميجا سي مين؟ 4. انا هتخلص او هجيب زد 4 كمعادله لوحدها، اعمل ايه؟ الاثنين دول توازي، هعملها ازاي؟ يبقى حصل ضربهم على مين؟ مجموعهم. خلي بالك ضربتهم على مجموعهم، هنلاقي هنا جي اوميجا سي 4 في المقام فوق، وجي اوميجا سي 4 في المقام تحت. هضرب المعادله طرف فوق وتحت، فوق وتحت في جي اوميجا سي 4. لما اضرب في البسط هنا هتطير، هيفضل لي ار 4. لما اضرب في المقام هتطير هنا، يفضل لي 1. وهضرب ار 4 في جي اوميجا سي 4، طلعت المعادله بالشكل ده. يبقى زد 4 طلعت بالشكل ده في حاله ان هي مقاومه ومكثف توازي مع بعض. البالانس بيقول لي ايه؟ هتروح لي هات البالانس في البريدج هنا، هتضرب زد 1 في زد 4 بيساوي زد 2 في زد 3. تمام، انا حطيت شرط او الكونديشن بتاع البالانس عندي، يبقى المجهوله عندي مين؟ زد 4. المجهوله عندي زد 1، المجهوله زد 1 اللي هي فيها المقاومه والملف بتساوي زد 2 في زد 3 على زد 4. ليه انا ما عوضتش تعويض مباشر هنا وضربنا زي ما انا بضرب في كل مره؟ ليه؟ لان اصلا زد 4 عندي في جي في المقام، بص 1 زائد جي في المقام، فانا رحت للكونديشن زد 1 عندي خليتها في طرف، بحيث ان انا اخلي زد 4 في المقام، فبالتالي ده لما يبقى مقام المقام يطلع بسط زي ما هنشوف دلوقتي. انا ما عوضتش في الكونديشن ده على طول عشان ما تبقاش صعبه، او ممكن تعوض تضرب طرفين في وسطين بعد كده مفيش مشكله. لا، انا قلت زد 1 اللي هي مجهوله هتساوي زد 2 زد 3 على زد 4. ليه خليت زد 4 او ليه خليت القانون بالشكل ده؟ عشان هنا زد 4 جي في المقام، وهنا هتبقى مقام المقام تطلع بس. تعال كده مع بعض نشوف زد 2 زد 3 اللي هي ار 2 وار 3. طيب زد 4 عباره عن ايه؟ اتفقنا 1 على زد 4، 1 على زد 4 يعني تقلب دي، تقلب دي، 1 على زد 4 تقلب دي، يبقى ده يطلع بسط، طلع بسط اهو، وار 4 طلعت في المقام. خدتوا بالكم ان جي طلعت في البسط اهي. هفك دي، هفك دي عادي خالص، هضرب ار 2 ار 3 وهقسمها على 4 واضربها في دي. ما تنساش ار 2 في ار 3 على ار 4 هتضرب في القوس ده كله، فاتضربت في الواحد طلعت اهي، هتتضرب جوه. طبعا انا رحت اختصرت يعني. زد 1 عباره عن ايه؟ ار 1 زائد جي اوميجا ال 1. تمام، يبقى ببساطه سوي الحقيقي بالحقيقي والتخيلي بالتخيل. تعال مع بعض كده، يبقى ار 1 بتساوي ايه؟ بتساوي الجزء الريال هنا اللي هو ده.
تمام. خلي بالك ار 2 وار 3 وار 4 كلهم معلومين، تقدر تجيب ار 1 مباشره. جي اوميجا ال 1 بتساوي جي الجزئيه دي، يبقى الجي مع الجي هيفضل لي عندي اوميجا ال 1 بتساوي الجزئيه اللي هنا دي، تمام. هطير الاوميجا مع الاوميجا يفضل لي سي 4 ار 2 ار 3. كل القيم دي معلومه وليست فيها قيم مجهوله، بالتالي المعادله دي والمعادله دي صريحه مش محتاج احلهم مع بعض لان مفيش مجاهيل. خلاص ال ال 1 كمجهوله طلعت بالقيمه دي، وار 1 كمجهوله طلعت بالقيم دي، تمام. مباشره في المساله انا عندي القيم، في المساله انا عندي القيم عوضت بيها، طلعت ال 1 192 ملي هنري وطلعت ار 1 ب 800 اوم. نروح لاخر مساله في الشيت وهي مساله 13. مساله 13 خلي بالك هنا اي سي بريدج برضو، هو مش مديك الرسمه انا هرسم نفس النظام. اي بي عباره عن ايه؟ ريزيستنس بارلل مع مين؟ مع مكثف. يبقى اي بي مقاومه توازي مع مكثف. البي سي انون نون اندكتيف ريزيستنس يعني مقاومه غير حسيه يعني مقاومه فقط. سي ودي مقاومه فقط. دي اي مقاومه 400 اوم ان سيريز ويز مين؟ كباستور. مقاومه توالي مع الكباستور. طيب بيقول لك ايه؟ السبلاي عندك كام؟ بين اي وسي. السبلاي بين اي وسي، وبيقول لك الديتكتور المتوصل بين بي ودي بيقول لك فايند ذا ريزيستنس ريكوايرد ان ارم بي سي، يعني الارم اللي اسمه بي سي ده في انون ريزيستنس انا عايزها، اند اولسو ذا سبلاي فريكوانسي وعايز التردد بتاع السبلاي، تمام. زمين البريدج عندي بالانس، برانش عندي بالانس. نروح طبعا انا رسمت هنا زي ما قال لي ار 1 توازي مع سي 1. البرانش اللي هنا ده اللي هو بي سي في مقاومه، سي دي في مقاومه، بين دي واي في مقاومه توالي مع مكثف. هو مدينا ار 1 وسي 1. ار 3 اللي هي في البرانش ده هي المجهوله، بين البي وسي دي المجهوله، تمام. هو مدينا ار 4 وار 2 وسي 2 ومجهول عندي التردد كمان. خلي بالك عشان احل بطريقه صحيحه انا رسمت اهو، ما تنساش الاي سي سورس عندي. خلي بالك السورس اي سي، لو دي سي هيبقى المكثف اوبن والمكثف ده اوبن، فالدايره او الاناليسيز هتختلف. خلي بالك لما تشتغل على الاي سي بريدج اتاكد ان السورس اي سي. هروح ل هنظبط المساله بتاعتنا زي ما احنا متعودين. زد واحد عباره عن ايه؟ مقاومه توازي مكثف، يبقى ار واحد هتبقى توازي واحد على جي اوميجا سي واحد. هضربهم على مجموعهم وزي ما احنا اتعودنا هضرب بسط ومقام في جي اوميجا سي 1 طلعت بالشكل ده. خلي بالك هنا الجي فين؟ في المقام. زد 3 بتساوي ايه؟ ار 3 اللي هي البرانش ده زد 3. زد 2 اللي هي البرانش ده عباره عن مقاومه زائد مين؟ مكثف، او مقاومه وتوالي مع مكثف. يبقى ار 2 المكثف هخلي الجي بالبسط في البسط تبقى بالسالب على 1 على اوميجا سي 2 عشان هو سي 2. زد 4 بقى ار 4، تمام؟ انا هعمل ايه هنا؟ مباشره المجهول عندي ار 3، تمام؟ خلي بالك هنا تعال كده، زد 1 في زد 4 بيساوي زد 2 في زد 3، ده الكونديشن عندي. هعمل ايه؟ هضرب زد 1 في زد 4. زد 1 اهي، تمام، هعوض هنا تعويض مباشر، تمام. زد 1 عندي اهي عوضت بيها ار 1 على المقام، ار 1 على المقام. زد 4 عباره عن مين؟ ار 4. زد 4 بقى ار 4 اهي. زد 2، زد 2 بالمعادله دي اللي هو القوس ده عوضت بيه اهي. زد 3 بار 3، يبقى دي المعادله. انا اعمل ايه؟ اول حاجه هاخد القوس ده اضربه في ناحيه اليمين، احاول ابسط المساله عندي لان بالشكل ده مش هينفع احلها. طبعا في ناس ممكن عشان تتخلص من المقام هنا تضرب في المرافق، انت كده بتصعب الامور على نفسك، بلاش مرافق عشان ما تعقدش الامور، تمام. اعمل ايه؟ همسك القوس ده اضربه في ناحيه اليمين كده، يبقى خدت القوس ده ضربته. خط ار 3 قسمتها ناحيه الشمال، يبقى ار 3 وديتها ناحيه الشمال قسمتها، ودي وديتها ناحيه اليمين بالضرب، يبقى عندي عند القوس ده اهو هنا في القوس ده، تمام. وار 3 قسمتها هنا، تعال كده نفك القوسين في بعض، يبقى ار 2 اضربها في الواحد وار 2 اضربها في الحد ده، واقول ناقص الحد ده هضربه في واحد والحد ده هضربه في الحد ده. طبعا انا خلصت المعادله طلع بالشكل ده. نروح نعمل ايه؟ الموضوع سهل جدا خالص، هقول ان الحقيقي بيساوي الحقيقي، الحقيقي هنا بيساوي ايه؟ ار 1 في ار 4 على ار 3. الريال هنا عباره عن ايه؟ ار 2. خلي بالك دي جي جي يبقى ما خدهاش، وده مين؟ الحقيقي عندي اللي هو هنا، يبقى ار 2 زائد مين؟ الحد ده. في المعادله عندي كله معلوم ما عدا ار 3، يبقى تاني في المعادله كله معلوم ما عدا ار 3، فاعمل ايه؟ امسك دي واحد مقامات وحط مقامات على سي 2، تمام؟ سي 2 هنا مقامها دي واحد، يبقى قاسمها على واحد يديك سي 2، اضربها في ار 2 يطلع لك ار 2 سي 2 زائد البسط بتاع دي، تمام؟ ار 3 دي فين؟ في المقام، في المقام. فانا قلبت المعادله دي بسط على مقام، بسط على مقام قلبتها، طلعت ار 3 او ضربت طرفين في وسطين وطلعت ار 3 لوحدها طلعت بالشكل ده. كل القيم دي معلومه، مفيش اي حاجه مجهوله، يبقى ار 3 طلعت بالشكل ده لان كله معلوم. يبقى خلاص خلصنا من المعادله دي. هروح للتخيل وبيساوي التخيل.
تخيلوا على الشمال بيساوي كام؟ زيرو. يبقى الحد ده ناقص الحد ده بيساوي زيرو، تمام؟ طبعا انا وديت الحد ده عشان بسلب الناحيه الثانيه، بقى الحد ده اللي هنا بيساوي الحد ده. انا عايز ايه هنا؟ ار 1 وار 2 وسي 1 معلومين، سي 2 معلوم. المجهول عندي اوميجا ودي مطلوبه في المساله، يبقى مين المجهول هنا؟ اوميجا. يبقى اضرب كده اوميجا في اوميجا تبقى اوميجا تربيع، واودي ده الناحيه الثانيه اقسم عليه طلع بالشكل ده. يبقى اوميجا بتساوي ايه؟ 1 على جذر، او دي اوميجا تربيع بتساوي جذر كله، جذر المقدار ده كله، جذر 1 في البسط ب1، جذر المقام طلع بجذر المقام زي ما انتم شايفين. ليه ما قلناش موجب وسالب؟ لان معروف التردد بيبقى موجب بس، ما ينفعش اقول موجب وسالب هنا عشان التردد موجب بس. الاوميجا دي بتساوي ايه؟ 2 باي اف. اروح اعمل ايه؟ يبقى الاف دي بتساوي 1، اودي دي في المقام تبقى 1 على 2 باي، خلي بالك ان هي بره الجذر، لان هي بره الجذر، جذر القيم دي. طبعا بعد التعويض على القيم ار 1 وار 2 وسي 1 وسي 2 عندك، انا عوضت في معادله الاوميجا طلعت عندي بالقيمه دي راد بير سكند، لما عوضت في معادله الاف طلع عندي 1.8 كيلو هرتز، ولو عوضت في المعادله دي جبت ار 3 بالقيمه دي 2272 اوم. اتمنى كده يكون المساله مفهومه والمساله سهله. اتعلم طريقه ان انت تظبط المساله قبل ما تحلها، ان انت تجهز زد 1 وزد 2 وزد 3 وزد 4 عشان لما تضرب تبقى سهله وبتحصل على المعادلات المطلوبه. اتمنى يكون كده الشيت بتاع الدي سي بريدج كله واضح، ولو عندكم اي استفسارات سيبوها لنا في التعليقات اسفل الفيديو وان شاء الله هنرد عليكم. شكرا جزيلا.